يتواصل لليوم الرابع على التوالي اعتصام الأعوان الإداريين والقائمين بالعمل الإداري بالمندوبية الجهوية للتعليم والتربية بولاية باجة، ومن أهم مطالبهم تفعيل اتفاقية 15 ديسمبر 2011 وإصدار القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية. إليكم مشاهدين الكرام مزيد التوضيح مع كلمة السيد حلمي السلامي كاتب عام للنقابة الأساسية لموظفي التربية بولاية باجة. بسم الله الرحمن الرحيم. دخلوا الأعوان الإداريين حول العمل القائمين بعمل إداري في اعتصام مفتوح بالمندوبية بمقر المندوبية الجهوية بباجة من نهار 30 بدأ اليومنا هذا معنا اليوم الخميس. دخلوا عنا مجموعة مطالب بسيطة مرفوعة على المستوى الوطني مش على مستوى باجة كهو. المطالب بتاعنا تتمثل في تفعيل اتفاقية 15 ديسمبر 2011 وإدماج العمل القائمين بعمل إداري واستصدار القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية. بدينا في الاعتصام بتاعنا من نهار 2 يستناو في الاستجابة بتاع الوزارة بتاعنا حتى تستجيب للنقاط اللي نطالبوا بها. الوزارة عملت معنا اتفاقية في محضر اتفاقه في الحقيقة، لكن لحد اليوم من 15 ديسمبر 2011 لحد اليوم ما فما حتى استجابة وما فما حتى مؤشرات دل معناها انه فما ان الوزاره ستستجيب. حتى على مستوى المفاوضات في تونس مع اللجنه النقابيه الوطنيه اللي قاعده تتفاوض مع الوزاره اليومنا هذا ما فما حتى مؤشرات، ما فما جلسات جديه، ما فما كان المماطله وتلكا على مستوى الاستجابه للمطالب بتاعنا. اللي نطلبوه من وزاره الاشراف بتاعنا، نطلبوا منها بكل لطف انها تستجيب وتشوف معناها الاعتصامات الموجودة على مستوى الوطني. 17 ولاية دخلت في اعتصام عندهم تقريبا معناها أكثر من 10 أيام. اللي نطلبوه من الوزارة بكل لطف تستجيب للمطالب نتاعنا، لأنه معناها في الحقيقة احنا كموظفين وإداريين وعمل قائمين بعمل إداري ما نحبوش نعطلوا سير المؤسسات نتاعنا التربوية في باجة، ما نحبوش نعطلوا سير المؤسسة المندوبية الجهوية، لكن تحطينا في ظرف أمام غلاء الأسعار وأمام تلك الوزارة على الاستجابة بتاعنا. حطونا هما في موقف معناها كونه يلزمنا نعتصموا بعد ما أصدرنا بيانات وبعد ما عملنا الشارة الحمراء وبعد ما عملنا وقفات احتجاجية. هذا كله ما جابش نتيجة، معناها تحطينا معناها في لزونا بالسيف باش نقفوا الوقفة هذه اللي هي وقفة اعتصام مفتوح بمقر المندوبية، ولن نتنازل حتى تستجيب الوزارة. هذا هو المطلب الأساسي نتاعنا، هي استجابة الوزارة على الأقل، ما نطلع بيانات وإلا بلاغ توضيحي توضح للموظفين نتاعها المنظورين نتاعها شنو معناها لوين وصلت للمفاوضات، شنو جدية الجدية نتاعهم معناها في التعامل مع النقاط اللي طلبناها نحن وبس.